طلاب الصف الثاني الاعدادي، ميعادنا مع شرح ماده الدراسات الاجتماعيه الترم الاول للمنهج الجديد، واول درس معانا في الوحده الاولى وطننا العربي. الوطن العربي بتاعنا يعني الوطن اللي بيتكلم اللغه العربيه. هنتكلم عن الوطن العربي اللي عاده معظم الوطن العربي دلوقتي للاسف منقسم، لكن هنتكلم عنه بالتفصيل، عن موقعه ومساحته قد ايه من العالم. مساحة الوطن العربي، بيمتد الوطن العربي في قارتين اسيا وافريقيا. يعني موجود الوطن العربي موجود في قارتين اساسيتين هما اسيا وافريقيا. بيتكون الوطن العربي من 22 دولة، 10 دول في قارة افريقيا و12 في قارة اسيا، كلهم على بعض 22 دولة. مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر مربع. 13 مليون كيلو متر مربع. معظم الدول العربية بتوجد في منطقة متصلة، يعني ايه حدودها مع بعضها، يعني في منطقة متصلة يعني حدودها مع بعضها، ما عدا جزر القمر. ما عدا دولة جزر القمر. أكبر الدول العربية مساحة هي الجزائر، وتقع بالجناح الافريقي، اي بتقع في قارة افريقيا يعني. اصغر الدول العربية مساحة هي البحرين، وبتقع في الجناح الاسيوي او في قارة اسيا يعني. تمام. في الموقع الفلكي والموقع الجغرافي للوطن العربي. ايه هو الموقع الفلكي ده وايه الموقع الجغرافي؟ الموقع الفلكي اللي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. خدنا طبعا في السنة اللي فاتت خطوط الطول ودوائر العرض وفين من خط الاستواء والكلام ده كله. هنشوف الوطن العربي الموقع الفلكي بتاعه فين. بيمتد الوطن العربي بين دائرتي عرض 2 جنوبا حتى 37.5 شمال، ما عدا دولة جزر القمر اللي هي مغلبانة دي اللي راحة بعيد قوي، حيث تقع عند دائرة عرض 12 جنوب في المحيط الهندي وخط طول 44 شمال. يبقى تاني، يبقى الوطن العربي بيقع بين دائرتين عرض 2 جنوبا تحت خالص و 37.5 شمال، ما عدا دولة جزر القمر بتقع عند دائرة عرض 12 جنوبا في المحيط الهندي وخط طول 44 شرق. يمتد الوطن العربي بين خطي طول 60 شرق و 17 غربا. يبقى هو دوائر العرض بتاعته من 2 جنوبا ل 37.5 شمال، وخطوط الطول من 60 شرقا ل 17 غربا، ما عدا جزر القمر بتمتد بين دائره عرض 12 جنوبا وخط طول 44 شرق. طيب. نتائج الموقع الفلكي. الموقع الفلكي بتاع الدول العربيه بيؤدي ليه؟ يمتد في حوالي 39.5 دائره عرضيه. يعني الموقع بتاعها في موجود في 39.5 دايرة عرضية. تمام. وفي 77 خط طول. 77 خط طول، ما هو في 60 شرق و 17 غرب، وهنا العرض من 2 جنوبا ل 37 شمالا، يعني 39.5 من 2 جنوبا ل 37.5 شمالا، يعني 39 دايرة عرض. ومن 60 شرق ل 17 غرب خط طول، يبقى خطوط الطول 77 خط ايه؟ خط طول. يمر في الجنوب الاستواء والشمال السرطان وغربا خط جرينتش. في الجنوب بيمر بخط الاستواء، وفي الشمال بمدار السرطان، وفي الغرب بيمر بخط جرينتش. الموقع الجغرافي، وده الاهم بتاعنا، هو الموقع بالنسبه للبر والميه، يعني بيبقى موجود فين، او الموقع بالنسبه للاماكن المجاوره. تعال نشوف. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديمة، آسيا وأفريقيا وأوروبا. يعني يقع وسطيهم، وسط قارات العالم القديمة آسيا وأفريقيا وأوروبا. يمتد في قارتي آسيا وأفريقيا ويفصل بينهما البحر الأحمر، اللي بيفصل البحر اللي بيفصل ما بين الدول العربية وبعدها إيه البحر الإيه البحر الأحمر. بيطل على محيطين، الدول العربية بتطل على محيطين، هو المحيط الأطلنطي غربا في ناحية الغرب، والمحيط الهندي ناحية الجنوب. وبيطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر العربي من اسمه كده.
وبيطل على الخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن. يبقى في المحيطات بيطل على المحيط الأطلنطي ناحية الغرب والمحيط الهندي ناحية الجنوب، وفي البحار بيطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر العربي، وفي الخلجان بيطل على الخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن. إيه النتائج بتاع الموقع الجغرافي الجميل ده؟ تمتلك جميع الدول العربية سواحل على البحر أو المحيط أو اثنين معا. يعني كل الدول العربية بتمتلك شواطئ وسواحل على البحر أو على المحيط، وأحيانا في دول بتمتلك على البحر وعلى المحيط الاثنين ايه مع بعض. تعال نشوف حدود الوطن العربي. الوطن العربي من ناحية الشمال والجنوب والشرق والغرب والشمال الشرق. الشمال شمال الدول العربية البحر المتوسط وجبال طروس، جبال اسمها جبال طروس. في الجنوب حدود الدول العربية المحيط الهندي ودول وسط القارة الأفريقية اللي هي الصحراء الكبرى زي عندنا كده. من ناحية الشرق الخليج العربي وخليج عمان. من ناحية الغرب المحيط الأطلنطي. من ناحية الشمال الشرقي جبال كردستان وزاجروس وجبال زاجروس، تمام؟ يبقى حدود الوطن العربي من ناحية الشمال البحر المتوسط وجبال طروس، من ناحية الجنوب المحيط الهندي ودول وسط القارة الأفريقية اللي هي الصحراء الكبرى، ومن الشرق الخليج العربي وخليج عمان، ومن الغرب المحيط الأطلنطي، ومن الشمال الشرقي جبال كردستان وزاجروس. ودي الخريطة بتاعة الدول العربية اهو. في الجنوب على المحيط الهندي، في الشمال اهو جبال كردستان وطروس وزاجروس في الشمال الشرقي، وفي الغرب من المحيط الايه المحيط الأطلنطي، تمام. كل الدول العربية تمتلك سواحل بحرية أو محيطية، كما أن حدوده كلها حدود طبيعية من كل الجهات. يعني إيه حدود طبيعية؟ يعني حدود طبيعية فيها بحر وفيها صحراء وفيها كل حاجة طبيعية. حدود الدول العربية حدود طبيعية من كل الجهات، ساعدت على احتفاظه بشخصياته المستقلة. بما تفسر أهمية الحدود الطبيعية للدول الوطن العربي، طبعا ساعدت على احتفاظه إيه؟ بشخصياته المستقلة. طب ايه دول الوطن العربي؟ احنا قلنا 22 دولة. تعال نقسمهم 12 دولة في قارة اسيا و10 دول في قارة افريقيا. في قارة اسيا في 12 دولة، فلسطين وعاصمتها القدس، لبنان وعاصمتها بيروت، سوريا وعاصمتها دمشق، الاردن وعاصمتها عمان، العراق وعاصمتها بغداد، الكويت وعاصمتها الكويت، البحرين وعاصمتها المنامة، وقطر وعاصمتها الدوحة، والإمارات وعاصمتها أبوظبي، والسعودية وعاصمتها الرياض، وعمان وعاصمتها مسقط، واليمن وعاصمتها إيه؟ صنعاء. ده في قارة آسيا. طب في قارة أفريقيا في 10 دول. عندنا طبعا مصر رقم واحد وعاصمتها القاهرة، ليبيا وعاصمتها طرابلس، تونس وعاصمتها تونس، الجزائر وعاصمتها الجزائر، موريتانيا وعاصمتها نواكشوط، والمغرب وعاصمتها الرباط، وجيبوتي وعاصمتها جيبوتي، والصومال عاصمتها مقديشو، وجزر القمر عاصمتها موروني، والسودان وعاصمتها الايه الخرطوم. تمام، يبقى دول ال 22 دولة بتوعنا بتوع الدولة الوطن العربي، 12 في قارة آسيا و10 في قارة أفريقيا. أهمية موقع الوطن العربي، إيه أهميته؟ زي ما إحنا قلنا في طبعا حاجات طبيعية، موارد طبيعية كتير، وصحراء وبحار ومحيطات والكلام ده كله، إيه أهميته؟ تعال نشوف الأهمية الحضارية للوطن العربي. الأهمية الحضارية يعني من ناحية الحضارة، يعني قامت على أرضه حضارات قديمة مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد الرافدين بالعراق وحضارات بلاد الشام وبلاد اليمن. الأهمية الدينية طبعا مهد للديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية على التوالي، وجود أماكن مقدسة مما أكسبه قيمة روحية عظيمة في نفوس معظم سكان العالم زي كنيسة المهد في فلسطين،
وبيت المقدس بفلسطين والكعبة المشرفة بالسعودية، وكمان برضو المسجد الأقصى في فلسطين. الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، يعني طبعا الأهمية الاقتصادية دي رقم واحد، بيتحكم في طرق التجارة العالمية. يعني الوطن العربي في زي قناة السويس كده عندنا، وزي مضيق هرمز والحاجات دي كلها، بيتحكم في طرق التجارة العالمية. يعني الناس السفن عشان تنتقل من مكان لمكان لازم بتعدي على دول عربية عشان تنتقل من أي حتة في العالم، وتروح أي حتة تانية لازم تتعدي على الدول العربية. بيتحكم في طرق التجارة العالمية ليه بقى؟ حيث يتوسط قارات العالم القديم. فطالما بتوسطهم، يعني انت اعتبر نفسك في نص الشارع، لو عشان واحد يعدي الاول الشارع لازم يعدي عليك، فانت المتحكم بقى لو عايز تعمل بلطجة ولا حاجة، بس انا منصحكش يعني عشان تتضرب. فهنا الدول العربية طبعا بتتحكم في طرق التجارة العالمية عشان هي في وسط قارات العالم القديم. بيشرف على ثلاثة أزرع مائية هامة في التجارة العالمية. يعني ايه ثلاثة أزرع مائية؟ يعني عنده ثلاث ممرات مائية، هو البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، مهمين جدا. طيب، يتنوع موارده الاقتصادية، يعني موارد الاقتصادية بتاعة الدول العربية كثيرة جدا بسبب تنوع الأقاليم النباتية وتكويناته الجيولوجية. تكوينات الجيولوجية دي اللي هي تكوينات الصخور والمعادن، الذهب والمعادن الأخرى زي النحاس والقصدير والرصاص والكلام ده كله. طبعا يوجد البترول والغاز الطبيعي على أرضه. كمان تحكمه في أربع ممرات مائية هامة، هي مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق وقناة السويس. يبقى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للدول العربية إيه؟ يتحكم في طرق التجارة العالمية حيث يتوسط قارات العالم القديم، يشرف على ثلاثة أزرع مائية هامة في التجارة العالمية زي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، يتنوع موارده الاقتصادية بسبب تنوع الأقاليم النباتية وتكويناته الجيولوجية، يوجد البترول والغاز الطبيعي على أرضه، تحكمه في أربع ممرات مائية هامة، هي مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، قناة السويس. الممرات المائية اللي في الوطن العربي اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي، مضيق هرمز ومضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس. هنعمل مقارنة ما بينهم، تمام؟ مضيق هرمز، وجه المقارنة المسطحات المائية التي يصل بينها الدول التي تشرف على الممر. المسطحات المائية التي يصل بينها مضيق هرمز، بيصل بين الخليج العربي وخليج عمان ثم المحيط الهندي. مضيق هرمز بيوصل المسطحات المائية ببعضها، بيوصل الخليج العربي وخليج عمان والمحيط الهندي. مضيق جبال طارق يوصل ايه؟ بيوصل البحر المتوسط والمحيط الايه؟ الاطلنطي. مضيق باب المندب بيوصل البحر الاحمر وخليج عدن ثم المحيط الهندي. قناة السويس بتوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط. يبقى المسطحات المائية التي يصل بينها، يبقى مضيق هرمز بيوصل الخليج العربي وخليج عمان بالمحيط الهندي، الثلاثة دول مع بعض. ومضيق جبال طارق بيوصل البحر المتوسط والمحيط الهندي الاطلنطي مع بعض. مضيق باب المندب بيوصل البحر الاحمر وخليج عدن وبيوصل كمان المحيط الهندي. وقناة السويس بتوصل البحر الاحمر بالبحر الايه؟ المتوسط. الدول التي تشرف على الممر، يعني مضيق هرمز مين الدولة المتحكمة فيها؟ عمان غربا وايران ايه؟ شرقا. عمان وايران. مضيق جبال طارق بتحكم فيها المغرب واسبانيا. طبعا هنا دولة عربية وهنا مش دولة عربية، عمان دولة عربية وايران مش دولة عربية، المغرب دولة عربية واسبانيا مش دولة عربية. مضيق باب المندب بيتحكم فيها اليمن وجيبوتي، ودول الاثنين دولتين ايه؟ عربيتين. قناة السويس تقع باكملها داخل الاراضي الايه؟ المصرية. طبعا مصر هي المتحكمة بقناة السويس. تمام. الأهمية الاستراتيجية هي الأهمية وقت الحروب والسلم والأزمات مثل أشراف الدول على بحاره ومحيطاته ومضايق. بما تفسر تعرض الوطن العربي للاستعمار، طبعا بسبب سيطرته على قناة السويس وعدة مضايق تتحكم في طرق الملاحة العالمية، ما يتمتع به من أهمية حضارية ودينية واقتصادية واستراتيجية
للاستيلاء عليه ونهب خيراته. يعني ده سبب التعرض للوطن العربي للاستعمار. 3 حاجات: سيطرت على قناة السويس وعدة مضايق تتحكم في طريق الملاحة العالمية، ما يتمتع من أهمية حضارية ودينية واقتصادية واستراتيجية، الاستيلاء عليه ونهب خيراته. المشكلات السياسية في الوطن العربي، طبعا في مشكلة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، في قضية سبتة ومليلة في المغرب، وفي الجزر القمطرية. كل دي حاجات متنازع عليها، يعني مشكلة فلسطين متنازع عليها ما بين فلسطين وإسرائيل، سبتة ومليلة في تنازع عليها من دول تانية. الجزر الإماراتية نفس القصة، عندنا مشكلة فيها. طيب النتائج المترتبة على تعرض الوطن العربي للاستعمار، طبعا أدى لتقسيمه لدول مختلفة المساحة وعدد السكان، ويفصلها عن بعضها حدود سياسية مصطنعة. يعني ايه حدود سياسية مصطنعة؟ يعني هو أصلا احنا حدودنا مع بعض، بس يعني السياسة خلتنا نبعد عن بعض شوية ونعمل حدود مش موجودة أساسا، نعمل حدود مصطنعة. طبعا دي النتائج المترتبة على تعرض الوطن العربي للاستعمار، أدى لتقسيمه لدول مختلفة المساحة وعدد السكان، ويفصلها عن بعضها حدود سياسية مصطنعة. ظهور بعض المشكلات السياسية مثل مشكلة فلسطين ومشكلة جنوب السودان ودارفور. طبعا السودان لما اتقسمت للسودان وجنوب السودان، فحصل نزاع على في المنطقة اللي هي دارفور، اللي هي ما بين جنوب السودان وما بين السودان. تمام، في أسئلة مجابة خطها دلوقتي. تحكم الوطن العربي بما تفاس تحكم الوطن العربي في طرق التجارة العالمية بسبب موقعه المتوسط بين قارات العالم القديم. بما تفسر تنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي، طبعا بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية. أهمية المضايق والممرات المائية في الوطن العربي، طبعا تتحكم في طرق الملاحة العربية وتزيد أهميتها وقت الحروب. بما تفسر احتفاظ الوطن العربي بشخصيته العربية المميزة، طبعا لأنها تحيط به حدود طبيعية من جميع من جميع الجهات. بما تفسر انقسام الوطن العربي إلى دول مختلفة بسبب تعرضه للاستعمار الأوروبي. بما تفسر وجود بعض المشكلات السياسية بين الدول العربية بسبب تعرضه للاستعمار الذي قسم الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة. طيب إيه النتائج المترتبة على الوطن العربي تحيط به حدود طبيعية من كل الجهات؟ طبعا ساعدها على احتفاظه بشخصياته المستقلة. أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجية، أدى ذلك إلى تعرضه لمحاولات الاستيلاء عليه ونهب خيراته. النتائج المترتبة على مقاومة الدول العربية للاستعمار، طبعا حصلت على استقلالها ما عدا فلسطين ومدينتين سبتة ومليلة في المغرب والجزر الإماراتية. الواجب المنزلي اللي انت هتحله ان شاء الله، وتحط لنا تحط الإجابات في الكومنتس على اليوتيوب او في الجروب بتاعنا على الواتساب او على الفيسبوك او في اي مكان، المهم تحط لنا الإجابات عشان خاطر نعمل تصحيح ليها. ولو في اي مشكله او اي سؤال تحت امركم في اي وقت، اتمنى لكم كل التوفيق. كل الاسئله دي شافيه وممتازه جدا، ولما الدرس كله، واشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله. تضاريس الوطن العربي. باي باي.